المضايقة في المدرسة ليست ظاهرة جديدة، بيد أن الحديث بدأ يتزايد عن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي حول تأثيرها المدمر على حياة الآخرين وإيجاد أساليب فعالة لمواجهتها. تعرضت للمضايقة بسبب اسمي ووزني، كافة الأشياء التي يمكن العثور عليها. كنت في غاية الحزن، حين أعود من المدرسة كنت أبكي. معظم الدول الأوروبية لديها بعض المبادرات لمعالجة هذه المشكلة وأحياناً بعض القوانين، لكن الآن المضايقات بدأت تتزايد بين الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الهواتف النقالة، وهناك نقاش حول كيفية إيجاد أفضل الحلول لوضع حد لها. الدنمارك واحدة من الدول التي تحدثت كثيراً عن هذه الظاهرة. الاستطلاعات كشفت في نهاية التسعينيات أن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً و 15 عاماً تعرضوا للمضايقات الجسدية أو النفسية. أساتذتي بذلوا ما بوسعهم لمساعدتي، بيد أن هذا لم يؤثر على الطلاب، لذلك كان علي تغيير مدرستي. ما هو نوع المضايقة؟ كنت أتعرض للمضايقة بسبب اسمي، كانوا يعتقدون بأنني لست دنماركية، وبسبب وزني كانوا ينتهزون الفرص ليسخروا مني حالما أنطق بكلمة ما أو أقوم بتصرف معين، لذلك اضطررت إلى تغيير مدرستي. في العديد من الدول تتركز الجهود للقضاء على المضايقات من خلال تشجيع الأطفال على طلب المساعدة. المتخصصون يركزون على ضرورة القيام بحملة شاملة لاتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة مرتكبيها. في الدنمارك هناك نهج مبتكر آخر هو معالجة الحالة منذ الصغر. في شمال كوبنهاغن روضة الأطفال هذه واحدة من بين العديد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية التي تطبق برنامجا للتوعية يدعى إيقاف المضايقات. إنه مشروع مشترك بين منظمة إنقاذ الأطفال في الدنمارك ومنظمة أسستها ولية عهد الدنمارك الأميرة ماري الأسترالية الأصل. الفكرة مستوحاة من المشروع الأسترالي أفضل الأصدقاء. الأطفال يتعلمون مبدأ الصداقة الجيدة وتعزيز روح الفريق وكيف نقول قف في حالة التعرض للمضايقات. هل المضايقة مسموح بها؟ لماذا؟ هذا ليس جيدا، هذا ليس جيدا ونشعر بالحزن. التعاطف عنصر أساسي آخر في البرنامج لتشجيع أهمية رعاية الآخرين. المعلمون يأملون نشر القيم الأساسية للتسامح والاحترام والرعاية والشجاعة ليتمكن الأطفال من إقامة علاقات إيجابية في مرحلة الطفولة وبعدها أيضاً. لأن العديد من الأطفال لا يتمتعون بالثقة بالنفس، يشعرون بأنهم يتعرضون للمضايقات، وهذا يبدأ في سن مبكرة في الروضة، لذلك عدم وضع حد على الفور سيؤدي لاستمرار الحالة، ولربما هم أيضا سيقومون بهذه التصرفات مع الأطفال الآخرين. فإن كنت هدفا في البداية لاحقا قد تصبح من الذين سيتصرفون بهذه الطريقة، لذلك من المهم إيقاف المضايقات هنا. الوسائل التعليمية تشمل الكتب والموسيقى والمحادثة. تم تدريب العديد من الموظفين في هذه الروضة على كيفية ممارسة هذه الأنشطة. أولياء الأمور شاركوا أيضاً. والدة صبي صغير تقول أن النتائج كانت إيجابية. حين كان عمره سنة ونصف السنة كان ينطق بضع كلمات، كان يقول كلمة ستوب قف حين كان لا يحب شيئا. استنتجنا أنه طور مبدأ التعاطف. في عائلتنا نعتقد أن التعاطف مع الأطفال وغيرهم أمر مهم للغاية، كذلك الاهتمام بهم. لاحظت أنه حين يرى شخصاً مصاباً أو حين أكون أنا حزينة يضع يده على كتفي ويسألني ماما هل أنت بخير؟ أرى أن الأمور تسير بهذه الطريقة.
منذ انطلاقه في العام 2007 برنامج أوقف المضايقات يطبق في دنمارك في روضة من بين ثلاث روضات للأطفال ومدرسة من بين ثلاث مدارس ابتدائية. بعض المدارس في غرينلاند طبقت هذا البرنامج أيضاً، وبعض الدول مهتمة به كإستونيا. في الدنمارك الأمور بدأت تتغير نحو الأفضل. بعض الاستطلاعات تشير إلى تناقص حالة المضايقات في المدارس. الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات كدعم النظم الوطنية لحماية الأطفال. في بروكسل المتخصصون يؤمنون بضرورة تحديد الوسائل الفعالة للقضاء على المضايقات في المدارس.